اهلا بحضراتكم من جديد. فقره الصحافه التحليليه بنتناول فيها طبعا موضوعات عده، نشوف فيها ابرز المستجدات في الصحافه الصادره صباح اليوم، نشوف النشاطات بالبنت العربيه. نبتدي من صحيفه الاهرام طبعا، بيشرفنا في الفقره التحليليه استاذ خالد العسوي الكاتب الصحفي بوكاله انباء الشرق الاوسط. صباح الخير استاذ خالد. صباح الخير. سلام عليكم. هنبتدي من الاهرام مباشره. تكثيف الجهود الدوليه لتكثيف منابع الارهاب، والرئيس بيشيد بصمود العلاقات المصريه الامريكيه وهي امان وصمام التحديات في منطقه الشرق الاوسط. في الحقيقه طبعا موضوع مهم جدا، العلاقه وزي ما وصفوها الكيمياء ما بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب، يعني كانت علاقه من نوع خاص زي ما وصفوها او زي ما وصفها الرئيس ترامب، يعني ان هو يعني وجد نفسه او وجد علاقه مشتركه ما بين الرئيس السيسي. في الحقيقه كمان جوله وزير الدفاع في المنطقه ربما بتاكد على عدد من المعاني الكثيره جدا باعتبار المنطقه اصبحت يعني مهدده بالعديد من الاخطار. شايف حضرتك زياره وزير الدفاع الامريكي ازاي استاذ خالد المنطقه؟ يعني خلينا نقول كمان انه ده اللقاء الثاني في اقل من شهر مع الرئيس السيسي ووزير الدفاع الامريكي. كان اللقاء الاول قد عقد في امريكا بين زياره الرئيس للولايات المتحده، وده بيؤكد انه طالما الاداره الامريكيه مهتمه باللقاءات مع الاداره المصريه، وربما ايضا مجموعه كبيره جدا من اعضاء الكونجرس الامريكي و يعني مسؤولين كثار في الاداره الامريكيه كانوا على تواصل خلال الفتره الماضيه وزيارات يعني على مستوى رفيع للقاهره، ده بيؤكد انه الاداره الامريكيه الجديده وصل لها يقين بان محور حل الصراعات في منطقه الشرق الاوسط، وان اسلوب الدخول الى هذه الازمات والعمل على حلها لن ياتي الا عن طريق مصر، بحكم انها دوله محوريه كبيره في منطقه الشرق الاوسط وتتمتع بعلاقات ربما قويه مع كل الاطراف، سواء الاطراف المتنازعه داخل الدوله الواحده او سواء مع الدول التي تساند طرف على حساب طرف. وبالتالي كل مثل هذه الزيارات واهتمام الاداره الامريكيه والمسؤولين في الولايات المتحده بالسياسة الخارجية المصرية، ده بيشير باننا دخلنا في مرحلة الدفء في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، وايضا يشير الى ان الادارة الامريكية وجدت نفسها امام اختبار صعب، بان كل ما قامت به الادارة الامريكية السابقة بحق مصر كان خطأ كبيرا ونتج عنه مجموعه من الازمات والمشاكل في تدبير المنطقه كلها استاذ. اه بالظبط. وبالتالي وجدت ان سياسه التقارب و يعني تبادل الرؤى بين مصر وامريكا في خلال المرحله الراهنه هيؤدي الى العديد والعديد من الحلول. من ضمن اهم هذه الحلول هو اتفاق الرؤيه المصريه والامريكيه على ان محاربه الارهاب هي الـ يعني في المقام الاول، وان كل الازمات التي نحن نعيش فيها الان في منطقه الشرق الاوسط بل وفي العالم لسه اقول لك يعني في الشمس دي ايه بعد كده تاني يعني من اكبر شوارع اوروبا ومن يعني من اكثرها واشهرها كمان واشهرها يحصل فيه هجوم مسلح بهذا الشكل ويتبناه داعش بعد ساعات، وهيطلع في الاخر ان ده كان من احد الافراد اللي سافروا سوريا وحاولوا ان هم يقتلوا هناك وان هم يتعاملوا هناك. كل هذه الازمات الموجوده اكدت انه لابد من وجود عنصر قوي ومؤثر في المنطقه، ووجدت وايقنت الاداره الامريكيه بانه ليس بديل اخر عن مصر هو الذي سيقوم بحل هذه الازمات. وده اللي بيؤكد على ان الرئيس لما بيقول ان العلاقات بين مصر و امريكا هي علاقات صمام امان في مواجهه التحديات القائمه، ده حقيقي لانه طالما في رؤيه واضحه وطالما في اتفاق على مبادئ معينه بانه حل الصراعات سياسيا هو الامثل، وان القضاء على الارهاب من جذوره عبر تكثيف منابع الارهاب هو اللي يؤدي الى حلول لكل هذه الازمات اللي موجوده. اذا كانت امريكا دوله تقول عن نفسها انها ترعى حقوق الانسان والديمقراطيه والحريه والى خلافه، يجب عليها ان تتعامل مع الازمات الانسانيه القائمه في منطقه الشرق الاوسط وخصوصا في مناطق الصراع زي سوريا وليبيا واليمن والعراق.
يجب عليها ان تتعامل ايضا بهذا المبدا، وهو ضروره الحفاظ على حقوق الانسان داخل هذه المناطق، وايضا العمل على انهاء الصراعات القائمه ووجود حلول سياسيه مطروحه لا تؤدي الى تفوق طرف على طرف او تؤدي الى انتهاك حقوق الدوله، سواء الدوله السوريه او العراقيه او اليمنيه او غير ذلك. وبالتالي انا اعتقد انه في اطار هذه الزيارات المتبادله بين المسؤولين المصريين والامريكان سنضع في النهايه حلول وخطه طريق لمجموعه من الازمات المطروحه هناك. الشغل طيب استاذ خالد، برضو الزياره بتاعت وزير الدفاع الامريكي في الحقيقه هي جوله في المنطقه بدات بالسعوديه ومصر، في الحقيقه فيها مجموعه من الدول محتاجه ان احنا نتكلم فيها بشكل كبير او نقرا القراءه اختيار الدول في بعض المفاهيم اللي ممكن نلاحظها فيه. شايف حضرتك اختيار الدول او مجموعه الدول اللي هي ضمن هذه الجوله اعتقد فيها برضه علامات استفهام؟ طبعا هو بدأ السعوديه، لانه انت عارف انه في بدايه حمل ترامب كان واضح قوي قوي ان هو عنده سياسه اتجاه دول الخليج، والراجل قالها بكل صراحه، قال مش هنحن حد ببلاش واضح عايز ادفع يعني. حتى انا مع الاتحاد الاوروبي وقالها مع كل الدول عشان نبقى برضه واضحين، هو لا يعني اصور ده هو تاجر بيحاولوا في الاخر، هو عنده ازمات اقتصاديه، عنده ازمات اقتصاديه واسعه الى ضروره تغيير المفهوم العسكري في المنطقه وضروره يعني الوصول الى فكره بانه انت كنت انت ضعيف عايز احميك ادفع لي بقى وانت معاك. للاسف يعني احنا دول عربيه مش ضعيفه، وهناك جيوش عربيه موجوده ومفترض ان هي تتواجد، ممكن السعوديه لديها من اسطول عسكري معدات تفوق اللي في امريكا، لكن ما عندهاش العنصر العماله ان شاء الله، لكن انت عندك قدره ان انت تعمل قوه عربيه مشتركه اللي دعا عليها الرئيس وادعانها دول الخليج لهذه المعدات الحديثه التي تشتريها عبر مليارات الدولارات وتتركها في المخازن العسكريه، لعن هذه القوه العسكريه. وبدل ما انت النهارده بتدور على قوات تحميك وقوات تفرض السلام وقوات تحفظ السلام، عليك بأن تكون أنت صاحب الكلمة. لماذا نحن كعرب حتى هذه اللحظة لم نتدخل في أي دولة أوروبية وناس لها قوات لحماية أو قوات لفرض الأمن أو الخلاف؟ في الوقت إن كل آسف بتحصل في أي دولة عربية نجد بنجري على طول على الغرب يعني بالظبط. فاحنا لازم نكون اصحاب قرار، واحنا نمتلك القدره على ان احنا نكون اصحاب قرار اذا ما يعني دعمنا فكره توافقنا مع بعض ودعمنا فكره انه احنا مالناش بالبلد كده غير بعض، لكن طول ما في فريق بيتجه للغرب وامريكا وفريق اخر مش عارف هو عايز يروح فين، احنا هنفضل مشتتين. اعتقد انه الرئيس السيسي منذ أن جاء إلى سدة الحكم هو يحاول إقناع الدول العربية بأن الأمة العربية أولى بنفسها، وأن هناك يعني ما مقدرات تعطيك الحق بأن تكون أنت صاحب الكلمة في منطقتك وصاحب قيادة وريادة، بدل ما أنت النهارده معلش تابع مرؤوس للأمم المتحدة ورؤوس للغرب ورؤوس لأمريكا ورؤوس لروسيا، وأنت ما عندكش أي رؤوس لأي أزمة أوروبية. كل الأزمات العربية تطرح دائما في أوروبا وأمريكا في الوقت إن مفيش أزمة أوروبية ولا غربية إحنا كنا لينا حتى مجرد التعليق عليها. رأي حتى التعليق عليها. يعني لابد إن إحنا نغير المنهج بتاعنا. طيب خلينا نروح لجريدة الأخبار. تصفية 21 عنصر تكفيري بسيناء وإحباط محاولتين لتهريب أموال للإرهابيين. طبعا إحنا شايفين بعد تصفية جبل الحلال أو تصفية كل العناصر اللي موجودة وتطهيرها تماما ووجود هذا كمان الإعلاميين للاطلاع على الأرض الواقع، أعتقد دي رسالة قوية جدا إن إحنا نشوفها بشكل كبير. من ضمن العناصر تم تصفيتها وأحد القيادات المهمة جدا في أنصار بيت المقدس كما يسمون أنفسهم، يعني ده عنصر المسؤول عن التحقيقات والتمويلات، وده عنصر طبعا كان مهم وتم تصفيته بالفعل في العناصر. احنا الخبر ده اصبح بالنسبه لنا معتاد يعني بشكل يومي ان احنا هو يمكن هو معتاد، لكن احنا خلينا نتكلم على سرعه رد الفعل. يمكن احنا كان عندنا هجوم في محيط دي سانت كاترين يوم الثلاثاء الماضي، كان يوم الاربعاء انت بتتكلم على ان انت جبت الشخص اللي قام بالهجوم وصفيته، وهو ده هو ده بقى الردع الحقيقي للارهاب، هو ده التوجه اللي المفروض ان يبقى موجود لدى اجهزه الامن والقوات المسلحه المصريه، واعتقد انهم قادرين على ذلك، واعتقد ان مفيش مجال للشك بانه القوات الامنيه وقوات الـ
الجيش بتقوم بكل مجهود من اجل القضاء واعطاء قوه ردع لكل هؤلاء من الارهابيين والخارجين على القانون، وان احنا الانتصارات اللي بتتحقق داخل سيناء احنا بنقوم بثمارها. يعني خلينا نقول بصراحه بنقوم بثمارها، كانت حتى الثمره عكسيه بانه بداوا يخرجوا في اماكن اخرى. لكن اقول لحضرتك طالما انت قدرت تسيطر على المنطقه اللي هم افتكروا في نفسهم في وقت من الاوقات ان دي دولتهم، زي ما كده حاولوا واعلنوا في وقت من الاوقات في موصل في العراق ان هي دي مركز الخلافه الاسلاميه ودوله التنظيم ابو بكر البغدادي وخليفه المسلمين وغيرها، هم كانوا فاكرين انه سيناء هتبقى ولايه وعاصمه لهذه الدوله، وربما يعني وصل بهم الوهم لانه هيخرجوا من سيناء على سوريا على العراق وتبقى دي الدوله الاسلاميه المزعمه يعني هم يعلموها. لكن استطاع الجيش المصري بانه يعني يخرج من افواههم هذه الاحلام ويصل الى انه ليس هناك سيطره لهؤلاء الارهابيين على شبر من اراضي سيناء. خليني اقول لحضرتك حاجه، كان دايما المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحه السابق العميد محمد سمير كان لما يجي له كل وكالات الانباء الاوروبيه والغربيه والصحف ويقولوا ايه تنظيم داعش بيسيطر على سيناء، فكان بيرد عليهم رد قال لهم خلاص احنا عايزين صوره واحده وعايزين خبر واحد وعايزين دليل واحد، بما انهم واخدين شبر في سيناء. لو عندهم سيطره على شبر وحاطين فيه كل معداتهم وكل ما هو لديهم يبقى احنا كده تم القضاء علينا احنا وهم اللي نجحوا، لكن ما فيش كلام دوت، دي كلها مجرد جماعات بتحاول ان هي تزعزع الاستقرار في منطقه سيناء وبتحاول ان هي تتخذ هي كلها حاجات فرديه جدا يعني ملهاش قيمه بس ان شاء الله خلاص احنا في طريقنا نحو الزوال تماما. اسمعوا استاذ فاضل معانا بس نطلع لموجز الاخبار نشوف الجديد ونتواصل مره اخرى مع زميلتي تماما من نشوف موجز الاخبار نرجع مره تانية. اهلا بحضراتكم جديد، مشرفنا في الصحافه التحليليه استاذ خالد العيسوي الكاتب الصحفي بوكاله انباء الشرق الاوسط، مشرفنا استاذ خالد. اهلا وسهلا. انت بنروح لجمهوريه مصر والسودان تتفقان على تنسيق مشترك في كافه المجالات، والبشير تلقى رساله من الرئيس السيسي واكد ان امتنا في وهي من الامم الشقيقه وان دول مصر والسودان من الخطوط الحمراء وهناك تنسيق مشترك ما بين مصر والسودان في كل المجالات. في الحقيقة أستاذ خالد ده برضه تصريح مهم جدا، ويعني مصر والسودان لابد من التنسيق، ما ينفعش العيش المشترك دي خط استراتيجي بالنسبة لنا أو حدودنا بتمتد لما بعد السودان الأمن الإقليمي بالنسبة لنا، ففي الحقيقة التنسيق مستمر. لكن ما بين حين وآخر في ناس بتتزاول بتنفخ في النار أو بتحاول يعني تشعل مجموعة من المشكلات عشان تثير القلق ما بين البلدين، طبعا الحمد لله إحنا قادرين إحنا نولد كل الفتن اللي بين مصر والسودان يعني. بالتاكيد يمكن في الفتره الماضيه فعلا كما حضرتك اشرت كان في نوع من التراشق الاعلامي بين يعني مصر والسودان، ووصل الى تدخل وزير الخارجيه سامح شكري منذ حوالي اكثر من شهرين، وطلعت الخارجيه بيان بانه يجب ان الكفه عن مثل هذه التراشقات الاعلاميه ما بين دولتين وصلت مرحلة الاشتراك بينهم والتعاون والتنسيق إلى مستوى رئاسي. يعني خلينا نقول النهارده في لجنة مشتركة بين مصر والسودان على مستوى رئاسي من الرئيس السيسي والرئيس البشير. لما توصل علاقاتك مع دولة شقيقة أفريقية تعتبر هي أيضا مهر ارتكاز في القارة الأفريقية، وجارة ليك تعتبر بينك وبينها علاقات ليس علاقات جغرافية فقط ولكنها علاقات تاريخية، ربما التاريخ يحاكي عن نفسه ويتحدث بان مصر والسودان دوله واحده. وبالتالي لما تيجي زياره زي هذه الزياره للسيد وزير الخارجيه سامح شكري ويتحدث من هناك بانه ليس بين القاهره والخرطوم اي ازمات. في الحقيقه كمان يعني البشير بياكد ان الرساله اللي ارسلها عمانا من امن الشقيقه الكبرى. بالظبط بالظبط، فده بيؤكد بان انت بتحاول تدخل في الامور باسرع ما يمكن وتطفي النار زي ما حضرتك اشرت اللي بيحاول البعض تأجيجها، وخصوصا ان في حته هنا
وده بنحاول بلا حد بيلعب فيها الناس تلعب فيها انه النظام في السودان هو نظام من جماعه اخوان المسلمين. لكن الراجل تبرع بشكل واضح وصريح من الدخول في هذا يعني التوترات بصراحه وما ذلك. يعني هو لو محسوب على الاخوان وله من العنصريه الاخوانيه الطاغيه ما كانش فكر ان هو يجي مصر، ولا كان يفكر يقابل الرئيس، ولا كان يفكر يعترف بالاوضاع زي غيره. تركيا على الرغم من اردوغان اهو ما حدش عارف له مله هو منين ولا هنا ولا هنا، ومع ذلك واخد موقف واحد عنده انتخابات وتعديلات دستوريه ويرفع الشعار على شعار رابع ياخده مصير نسيوه. يعني انت بتلعب في ايه؟ لكن واحد زي بشير لا، راجل عاقل عارف جاي كويس جدا ان العلاقات المشتركه بين مصر والسودان تخدم مصالحه هو في المقام الاول قبل مصلحه مصر، فسارع الى الاعتراف بقياده الشعب المصري، وسارع بالاعتراف بالرئيس السيسي وجلس معه وربما دعاه لحفل التنصيب للرئيس بشير بعد اجراء الانتخابات في السودان. وبالتالي كل هذه المهترات التي تحاول الاطراف الاخرى واعداء الدوله وقوى الشر ان تدخل بين هذه العلاقات، اعتقد ان مصر قادره على ان هي تضع الخطوط الحمراء لهذه العلاقات، واعتقد ايضا السودان قادره على انها توقف كل محاولات تأجيج الاوضاع في العلاقات بين مصر والسودان. طيب نروح لجريده مصر اليوم. رئيس الوزراء للحكيم: ندعم التنميه واعاده اعمار العراق، وعمار اقترح انشاء مركز تجاري مصر في بغداد، واسماعيل بيرحب بذلك. طبعا عمار الحكيم كان ليه لقاءات مع الرئيس السيسي، مع دكتور علي عبد العال، مع سيد رئيس الوزراء، في الحقيقه جوله بالنسبه له جوله مهمه في مصر. وطبعا مصر كل القيادات بدءا من الرئيس حتى رئيس الوزراء كله اكد على دعم وحده العراق، ويعني فكره التفرقه المذهبيه او اللعب في فكره الدين دي من الافكار اللي احنا لازم نبعد عنها تماما، لان ده اخطر شيء او اخطر سلاح ممكن يستخدم في دوله ما. شوف، من اقوى واكبر واحشى الزيارات العراقيه الفتره الاخيره للقاهره كانت هذه الزياره. سيد عمار الحكيم ربما جاء الى مصر وفي ذهنه افكار عن الرئيس السيسي، لكنه لم كان لم يلتقيه من قبل، وكان بيسمع ان الراجل ده الرئيس المصري الجديد عنده رؤيه وعنده افكار وعنده، لكن ما اخفيك سرا بأني التقيت بسيد عمار الحكيم وتحدثت معه عن لقائه بالرئيس. لا اجد من الكلمات ما يوصف ما قاله الراجل في حق الرئيس السيسي وحق مصر، ولا اجد من التعبيرات ما يشير الى كيف تبلورت الفكره لدى الرجل عن الرئيس السيسي وعن مصر. وغادر صباح فجر اليوم الى تونس وهو يحمي في جعبته وفي افكاره وفي كل مشاعره كيف يساعد هذا الرئيس وكيف يساعد مصر. وكنت بالامس القريب على يعني لقاء به في احد الفنادق في صالون الحضارات، وهو صالون بتقوم على اقامته كتلة المواطن العراقية وعبر ممثلها في القاهرة سيد محمد ابو الدكتور محمد ابو كلل، وده شهريا بيتم لتوثيق العلاقات المصرية العراقية. الرجل اللي تحدث مع كل ارقام الدولة المصرية، قابل الرئيس منذ بداية الزيارة واختتمها بالامس بلقائه السيد رئيس الوزراء، وكان له لقاء مع السيد خليفة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وهو ده لب الصراع. وأتحدث بكل صراحة بأنه ليس هناك صراع طائفي بين سنة وشيعة سواء في منطقة الشرق الأوسط أو غيرها، الصراع هو سياسي في المقام الأول وتصدير المشكلة وإعطاء صابغ الطائفية فيه. وخليني أقول لحضرتك اللي قدر الغرب يستغله، وقال كلمة حلوة قوي، قال إنه الاسلام كان في الغرب وفي اوروبا بيحترم قبل ظهور داعش والجماعات الارهابيه اكثر من احترام الاهل الاسلام ليه. صح، لكن في هذا التوقيت وفي هذه الايام بعد ما كان ظهور فكره الاسلاموفوبيا او مصطلح ده وبعد ظهور عمليات الذبح والحرق والغرق والقتل على ايد داعش باسم الاسلام، وضع الاسلام في موقع حرج مع
عاديه لغرب اوروبا. صحيح صحيح. الرجل يدعو الى عقد مؤتمر دولي في مصر وبقياده مصر وبدعوه مصر لكل اطراف الصراع في منطقه الشرق الاوسط، تركيا، ايران، العراق، السعوديه، مصر. وحينما سالته لماذا يا سيد عمار مصر؟ يعني انت ليه جاي مصر وبتدعو لمثل هذا المؤتمر الدولي وتعطي الفكره للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ كان الرد واضح وصريح بان مصر محدش يختلف عليها ومحدش يرفض لها طلب. وانا اعلم جيدا ان هو قال هذا الكلام على لسانه، انا اعلم جيدا ان هناك خلافات جوهريه بين الدول التي ادعو للجلوس معها، لكن انا واثق ايضا ان اذا تحركت مصر للدعوه لمثل هذا المؤتمر ستكون كل هذه الدول مربيه، وعلينا نحن كعراقيين ان نساعد ندعم الفكره في دعم في تحقيق تثبيت الدعوه من الدول اصحاب الصراع. خليني اقول لحضرتك ان سيد عمار الحكيم ربما وصل فكره واضحه وصريحه وتحدث معنا بان القلب بصراحه عن كل ما يعني يشوب في ذهن القارئ والمشارع المصري عن العراق وكل ما يحدث في العراق. وابشرنا بانه قريبا سيتم الاعلان عن تحرير مدينه الموصل من تنظيم داعش والوصول الى مرحله الاستقرار النسبي في الشقيقه العراق والشعب العراقي العزيز. ان شاء الله طبعا تعود العراق لسابق اعدائها. نروح لجيت الهرم خلال لقاء المهندس شريف اسماعيل والمهندس طارق الملا بالرئيس السيسي، اكد على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه في قطاع البترول والثروه المعدنيه. يمكن خلال الايام اللي فاتت كلها استاذ خالد في لقاءات ثنائيه، يعني الرئيس بيلتقي مع وزير في ملف من الملفات، ملف السكك الحديد وملف النقل كان مع وزير النقل، برضه حضور رئيس الوزراء، ملف البترول، ملف الاسكان. في الحقيقه يعني في لقاءات ثنائيه عشان نتابع الاداء عن قرب. بالتاكيد. فملف البترول برضه والاستثمارات وجذب الاستثمارات في هذا القطاع اعتقد ملف واكثر اللقاءات مع هذا القطاع مع الرئيس خلال الفتره الماضيه، لانه يعني جدا ان مصر ما زالت تتمتع بقدره على الاكتشافات البتروليه. واحنا لما اكتشفنا غاز يعني حقل الغاز الظهير في البحر المتوسط كان ناتج عن دراسات عقدت خلال الفتره الماضيه واكدت ان ما زال البحر المتوسط في لسه فيه خير كتير، وان المياه الاقليميه المصريه وقيام مصر بترسيم حدود مع قبرص واليونان اعطى مصر اهميه كبرى في فكره اكتشاف العديد من الابار الغاز وغيره من المشتقات البتروليه في هذه المنطقه الحساسه. وبالتالي الرئيس يولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع ويحاول ان يعني يعلم كل صغيره وكبيره عنه ويجذب المزيد والمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. تعلم ان البترول هو سلعه استراتيجيه لكل العالم ربما الان تهوي اسعاره وتخفض نتيجه لوفره المعروض، يعني داعش التي سيطرت على العديد والعديد من الابار في العراق وفي ليبيا وغير ذلك، وتبيع الان هذه المخزونات الى الدول الغربيه والاوروبيه عبر تركيا باسعار قليله ادى الى انخفاض سعر البترول. لكن ما زال البترول سلعه استراتيجيه لكل الدول، واعتقد ان مصر قادره خلال الفتره المقبله على انها يكون لديها قدره على التنافسيه ايضا في هذا المجال. طيب نروح لجريده الاخبار. الموافقه على 655 مشروع باستثمارات تقدر ب 15 مليار و600 مليون جنيه خلال ثلاث شهور، وقريب يؤكد اليات لتشجيع الانشطه الانتاجيه ورفع معدلات النمو الصناعي ل 8%. في الحقيقه استاذ خالد قبل ما نتكلم على المشاريع والاستثمارات وجذب الاستثمارات انا عايز اتكلم عن استثمار. احنا قبل ما نتكلم في حاجه اول كلمه اتقالت للرئيس لما كان في امريكا فين ايه قانون الاستثمار في الاستثمار كان بيتعمل على اي اساس؟ للاسف احنا وصلنا خبر اثناء زياره الرئيس في امريكا بانه وجه مجلس النواب وهو في امريكا بضروره الاسراع في اصدار قانون الاستثمار، وللاسف يعني رغم قرابه الشهر على عوده الرئيس لم نرى هذا القانون في النور. والسؤال
هو في مشكلة في القانون؟ ليه؟ يعني عايزين نعرف نسأل، هو في مشكلة في القانون؟ يعني تم التوافق عليه من قبل الحكومة، الحكومة صدرته مجلس النواب، على أعتقد كل الجهات يعني قالت رأيها فيه، كلنا كنا بندعو لضرورة أن تكون ليس قوانين فقط ولكنها أيضا محفزات وإغراءات للمستثمر الأجنبي. وأعتقد أن كل ما خرج من تصريحات من سواء من وزير الاستثمار سواء من وزير الصناعة سواء من المشاركين في صياغة القانون سواء من أعضاء مجلس النواب أصحاب الرؤى في هذا الأمر، كله أكد على أن القانون يتمتع بقابلية كبيرة للمستثمرين، وأنه تم إجراء حوار مع عدد كبير من المستثمرين الأجانب والمصريين، ووجدوا أنه من القوانين المهمة هذا القانون. لكن ما زلنا حتى هذه اللحظة لم نأخذ الدرس ولم نتعظ من الآخر ولم نستفيد من التجارب السابقة. لماذا لم يطلع على فرص الاستثمار اللي وفرتها الأردن مثلا، رغم أنها لا تمتلك من الإمكانيات ما تمتلكه مصر، ومع ذلك هناك استثمارات في الأردن رهيبة فتحت المجال أمام رجال الأعمال العرب والأجانب بكل سهولة. لماذا لم نستفيد من المغرب وهي دولة أيضا ربما لا تتمتع أيضا لا بعنصر بشري ولا بموقع جغرافي ولا 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 زي ما مصر تتمتع به، ومع ذلك عندها استثمارات تفوق الاستثمارات الموجودة في مصر بمعايير كبيرة جدا. نحن في حالة خلل جزئي في هذه النقطة، ويجب على من يمتلك القرار في هذا الرئيس الرجل، يعني اعتقد ان هو عمل كل اللي عليه، شكل مجلس اعلى للاستثمار برئاسته وبيحاول ان هو يعني يدخل في الاطار ويدعو هذا وذاك. وانا شايف ان يعني الملفات قد ثقلت على الرئيس وبدأنا ان هو يضغط عليه اكتر من الليل. هي كل الملفات يعني ملفات ملفات على الاستثمار ومساعدة الاستثمار. يعني انت كسر انبوب الغاز اللي في التجمع وكان الرئيس بيتكلم فيه وبيتدخل فيه وبيجاب وزيرة، ليه احنا ليه عندنا لازم نرجع المركزية في الأداء؟ لازم يا جماعة كله يتحرك كله يشتغل بنفس الروح بنفس القوة. صحيح. وانا برضو يعني وعاتب على الرئيس بانه من لا يقوم بمثل هذا العمل كما انت تقوم عليك بالاستغناء عنه، احنا مش عندناش وقت للرفاهية زي ما كانوا بيقولوا في الصغير عايزين حكومة حرب بقى يعني مش عايزين يعني. احنا مش عايزين ما عندناش وقت للرفاهية، احنا في 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 صراع مع الزمن والمعاطف خطير يعني طبعا بالتأكيد يعني. واللي حوالين منك مش هيسيبوك، انت النهارده بتحارب من كل الطرق، فانت لما كنتش هتبقى انت اسرع وتعبر هو هيجيبك، انت كنت اسرع وانت عدت المرحله دي عشان هو يعرف ان دي شويه معاك. لكن انت النهارده كل ما يجي موسم سياحه يخش يحمل لك انفجار واعلى الدنيا، كل ما يجي تحس ان انت بقيت في مجتمع الدولي بتديك طريق وليك هدف وليك استراتيجيه يعمل لك ازمه، كل كده انت مستهدف من كل الطرق، لازم ان انت تكون سابق بخطوه وسابق بخطوه بخطوات يا فندم، لازم تكون بخطوات علشان هو لو حاول ان هو يلعب معاك منها ان تكون انت قادر على تخطيه. اعتقد انه احنا في احتياج الى وقفه مع النفس في اداء الحكومه بشكل عام وفي قانون الاستثمار بشكل خاص، احتاج ان احنا نفكر بعقليه الرئيس الذي يحاول الاسراع واعطاء دفعه للكيان الاقتصادي في المجالات الحقيقه يعني نتمنى ذلك. طيب هنروح للجمهورية، وزير قطاع الأعمال لا استغناء عن عامل ولا مانع من صرف مكافآت وأرباح بشرط تحقيق الإنتاج، أعتقد ده تصريح بروتوكول احنا بنشوفه من حين وآخر يعني هنعتبره تصريح من التصريحات المعتادة. يطبق من خلال الإطلاق والإنتاج مكافآت مرتبطة بغير إنتاج، ما ينفعش النهاردة أنا أساوي بين اللي بيشتغل وما بيشتغلش، إحنا قلنا قانون خدمة مدنية وقلنا هو يطبق وقلنا كذا وكذا وكذا، حتى هذه اللحظة إيه هي التفاصيل؟ ايه هو مميزاته وايه عيوبه؟ انا اشتغل ازاي عليه؟ انا ينفع معايا ازاي؟ ايه المكافئات اللي اخدها؟ حتى هذه اللحظه اعتقد انه لسه لم يطبق بشكل واضح، لكن انا محتاج ان انا اشتغل عليه ومحتاج ان اكون عندي ورش عمل للعمال والموظفين اعرفه عشان مش بقى بعض بتقول لي انا مظلوم، نوضح التفاصيل كلها الخاصه لو ما اشتغلتش مش هتاخد، مش عيب ربط العمل بالانتاج، مش عيب العمل بالانتاج. الدول الاوروبيه والغربيه صاحبت شعارات حقوق الانسان وحقوق العماله واللي هم قاعد بغنى بيها، هم بينفذوا تشتغل تاخد، ده مش عيب مش عيب، ده حاجه يعني دايما
بتدور على حقك من غير ما تأدي واجبك. مظبوط. هناك أدي واجبك تاخد حقك. مش هنا الأول ديني حقي ما تفكرنيش بواجبي زي ما صحيح. طيب الخبر من جريدة المصري اليوم، 31 مليون يورو لتطوير وحدات الرعاية الأساسية في 5 محافظات، وزير الصحة لدينا 402 مستشفى تكاملي غير مستعمل. وكان في تصريح برضه بالأمس الدكتور أحمد عماد الدين قال إن إحنا ابتدينا ب 45 مستشفى تكاملي ما بين القطاع العام والقطاع الخاص عشان نحدث طفرة في المستشفيات الخاصة بينا أو مستشفيات القطاع العام، باعتبارها طبعا أصبحت الخدمة فيها محتاجة زي ما بيقولوا يعني حزق شوية كده. أه طبعا محتاجة. أنا بناشد سيد وزير الصحة بقول له انت في مكان مهم وفي وضع تحسب عليه، لانك يعني انت في الصداره مع المواطن مباشره، مع ربنا في صدام بقى مع ربنا. في ناس بتخيل لها ان هي ماتت نتيجه للتقصير، وحقها. اه والله حقها. هو طبعا اجل، لكن الانسان ما بيقتنعش بان فكره اجل. هو اول حاجه بيلقي اللوم على الدولة ان هي ما وفرتش الخدمات. انا بقول له يعني اتمنى ان انت تكون على نفس القوة ان انت تحاول تسرع بهذا القانون وهذا المشروع التأمين الصحي الذي ربما تطبق في بعض المحافظات والمحافظات الاخرى ما زال تحت الدراسة. انا اتمنى نجاحه في القطاعات دي او في المحافظات دي، لكن انا شايف ان في محافظات ربما كثافة السكانية اللي فيها ليس يعني كثافات في محافظات اخرى. كنت اتمنى ان هو يكون في المحافظات اللي فيها اكثر كثافه، لان هي دي الاكثر يعني عرضه لمثل هذه الازمات. واتمنى ايضا ان يضروره السيطره على العنصر البشري من الاطباء، وكفانا ان يكون هناك حاله من التجاره بين الاطباء بامراض الناس. لابد من وجود ضوابط لمثل هذا الامر. مش معنى ان هو دكتور فوق الاحترام والتقدير وفوق دماغنا كلنا ان هو دكتور، لكن لازم يعلم انه في المقام الاول هو بني ادم ومواطن مصري، وان مصر هي التي اعطته مثل هذه القدر. اذا كان خرج بره واخذ دكتوراه وجي عود الى مصر فيعلم انه خرج باسم مصر، ولولا مصر ما كانش خرج، وعليه واجب لازم يؤديه ولازم يكون في اطاره. يعني في الحقيقه استاذ طبعا هي مجموعه من الاخبار حاولنا نقدر نتعمق ونشوف ابرز المستجدات في كل الصحف الصادره صباح اليوم. نشكرك شكرا جزيلا، شرفنا استاذ خالد. صباح الخير عليك استاذ خالد العيسوي الكاتب الصحفي بوكاله انباء الشرق الاوسط. شكرا جزيلا استاذ خالد. شكرا لحضرتك. هنروح